يلقي مجتمعنا كل الحمل على ظهر المطلقة، وكأن الزوج معفي من هذه المسؤولية تماماً. هي الفاشلة وهي المتمردة بعدما اختارت أبغض الحلال عند الله وهو الطلاق. اتخذ هو قرار الطلاق، تمر بتأجيله تقريباً سنتين لحد ما تمكن منه يعني. انت ما كنت تعرفي سبب الطلاق؟ طلقت تعسفياً في المنزل، وبعدين تم إثبات الطلاق عن طريق المحاكم. يبدو أنه كان موضوع الطلاق خلص مسيطر على عقله لغاية داخله يعني. قديش بتواجهي مشاكل في المجتمع؟ أنه إحنا في مجتمع ينظر للمطلقة كأنها فريسة. شو الاختيار كان عندك؟ يعني كان عندي عدة خيارات، لكن منفصل عن أولادي أنه يكونوا معي. يلقي مجتمعنا كل الحمل على ظهر المطلقة، وكأن الزوج معفي من هذه المسؤولية تماماً. هي الفاشلة وهي المتمردة بعدما اختارت أبغض الحلال عند الله وهو الطلاق، بعدما ضاقت بها السبل لإعادة حياتها من جديد. معنا سيدة انتهت حياتها الزوجية بالانفصال. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كم دامت مدة زواجك؟ تقريباً 7 سنوات. كم عمرك حالياً؟ عمري 39. قديش إليك منفصلة؟ صار لي منفصلة تقريباً 12 سنة. 12 سنة إليك منفصلة؟ 12 سنة. شو سبب الانفصال؟ سبب الانفصال في البداية أنا ما كنت أعرفه يعني، كان السبب خاص فيه أو نفسي خاص فيه. ما كان في مشاكل أو ما كان في أسباب بالعلاقة الزوجية أو في الحياة الزوجية يعني، ما كانت هي سبب الطلاق، كان السبب أكثر شيء شخصي يعني بيخصه هو. اتخذ هو قرار الطلاق واستمر بتأجيله تقريبا سنتين لحد ما تمكن منه يعني. انت ما كنت تعرفي سبب الطلاق؟ لماذا طلقتي؟ ما كنت أعرف. هل طلقتي غيابيا؟ طلقت تعسفيا في المنزل، وبعدين تم إثبات الطلاق عن طريق المحاكم. انت كنت رافضة الطلاق؟ كنت رافضة تماما. شو عملتي لتحاولي انه تلغي موضوع الطلاق او تلغي فكرة الطلاق عن زوجك؟ حاولت جاهدة معه انه احنا عنا اولاد وعنا مسؤوليات واحنا ما عنا مشاكل حاليا بالزواج وما عنا اي سبب للانفصال، مهما كان السبب ممكن انه نحله سوا، لكن هو كان عنده هدف داخلي. حاولت على مدار سنتين اني اقنعه يأجل موضوع الطلاق او يفكر فيه باضراره ما بعد ذلك يعني. ما حاولتي في موضوع اطفالك اقناعه بعدم اخذ خطوه الطلاق؟ حاولت، لكن هو وصل لمرحله استغنى عن الاطفال وعن الزوجه وعن المسؤوليه والبيت. كان يبدو انه كان موضوع الطلاق خلص مسيطر على عقله لغايه داخله يعني. احكي لي قديش بتواجهي مشاكل في المجتمع كمطلقه؟ احنا المطلقات للاسف في المجتمع بنواجه مشاكل حتى لو كنا اقوياء. احنا لو كنا متعلمين، مشاكلنا انه احنا في مجتمع ينظر للمطلقه كانها فريسه، بيحاول على طول يستغلها، بيحاول يستغل ضعفها مهما كانت قوية، مهما كانت متعلمة بيستغلوا ضعفها وبيستغلوا إنه هي امرأة مطلقة بحاجة سند، بحاجة أحياناً عاطفة معينة، بحاجة بيلعبوا على أكثر من وتر لحتى يوصلوا للمرأة المطلقة. بتحسي إنه المطلقة مستغلة؟ مستغلة نعم، بكل النواحي مستغلة، بنواحي العمل، بنواحي الحياة المعيشية كلها. إحنا المرأة عنا مستغلة لأبعد الحدود، إن كان ما كانت مستغلة بالنظرة هي مستغلة بالمعاملة يعني، حتى في عملها مستغلة، ممكن هذا يؤدي لفشلها أو لخوفها أو لابتعادها عن الناس. هل بتخافي من لقب المطلقة؟ في البداية كنت كتير يعني، بداية طلاقي كان مسيطر علي فكرة انه انا مطلقة، ما في ايش في بعد ذلك يعني، شو رح يصير معي بعد ذلك. عانيت كتير وواجهت مشاكل كتير، والمعاناة كانت كبيرة يعني. نظرة المجتمع، الاهل اكيد، نظرة الاهل انه بنتنا صارت مطلقة يعني، ممنوع تطلع وتروح وتيجي، ممنوع تشتغل يعني. واجهتي صعوبات مع عائلتك؟ طبعاً
طبعاً طبعاً للأسف المعتقدات اللي عند الأهل بحماية بناتهم بعد الطلاق أحياناً تؤدي إلى إفساد حياة كاملة. يعني للأسف ما بيكون الأسلوب بدعمها أو إعطائها معنوية لبناء مستقبل. أنت كشخص واجهتي مشاكل مع أهلك وشو تصرفتي؟ أنا كشخص واجهت مشاكل مع أهلي طبعاً. المشاكل كانت أغلبها إنه أنا مسؤولة عن أولادي ولازم أتخلى عنهم مقابل حياتي. طلبوا منك ترك أطفالك؟ طبعاً طلبوا مني ترك أطفالي. كان قرار صعب إني أتخذه وأبداً يعني ما كان وارد بحياتي إني أنا أترك أطفالي نهائي. لجأت لقرار أصعب واختيار أصعب. شو الاختيار كان عندك؟ يعني كان عندي عدة خيارات لكن منفصلة عن أولادي إنه يكونوا معي، لكن يعني أنا اضطريت إني أنا أرضى بزواج غير متكافئ، لا اجتماعياً ولا عقلياً ولا عمرياً. يعني كان فرق العمر تقريباً 25 سنة، لكن كان كل هذا لأجل إني أنا أعيش باستقرار نفسي أنا وأولادي يعني، وأحس بالأمان أكثر ولا أبدأ بمشوار حياة رسمته إلي ولأولادي بطريقة غير تفكير الأهل اللي عم يشوفوها كتير بسيطة. هي مش بسيطة، هي مسؤولية صعبة، بالأخص لما الأب بينسحب من حياة أولاده تماماً. الصعوبات اللي واجهتيها في المجتمع كعمل، كحياة اجتماعية، كحياة عائلية، على ماذا تتركز؟ والله شفتك هي العلاقة يعني المطلقة علاقتها بكل الناس. هل كانوا يستغلوكي؟ طبعا أكبر استغلال وما زال الاستغلال، لكن إحنا صرنا أكبر وعي. كيف تستغل المطلقة في المجتمع؟ تستغل مثلا بالعمل. يعني أكبر مشكلة إحنا بنواجهنا بعملنا المطلقات، لما منكون عم نشتغل أو نبحث عن عمل بيصير في وضع شروط، وضع رغبات، وضع صارت علنا. شو الشروط اللي توضع على المطلقة؟ إحنا صرنا في مجتمع منفتح، صار الأمور بشكل بسيط، لا أسهل من بسيط، ينعرض على المطلقة علاقة غير شرعية مقابل صداقة، صحبة، مقابل إنه تنجحي في عملك يعني. إذا ما قمتي في هذه العلاقة تفصلي من العمل. أيوة صحيح، أو لا تقبلي، أو يعني ممكن يكون أبسط من هيك الموضوع في أمور تانية، لكن هو موجود. بهذه الحالة أنت شو كنت تتصرفي؟ هو مع استمرار الوقت دائما المرأة المطلقة بتوصل لمرحلة انه هي تختار يعني الابتعاد عن الناس، رغم انه هذا بيخسرها عملها، ممكن يخسرها نجاحها في عملها، طموحها بيكون كبير، بيقل طموحها لانه البشر مش عم تتعامل معها بطريقة سوية للأسف. يعني هل ممكن تتزوجي مرة اخرى؟ ابدا ابدا. انا مش اول شيء انا مش زعلانة اني انا مطلقة، انا موصلة مرحلة ثقة عالية بنفسي بعد وقت طويل، ما بحتاج الزواج ابدا حاليا، بحتاج اني اكون اقوى من هيك. بتحسي انك تعقدتي من فكرة الزواج؟ لا ما تعقدت، وصلت لمرحلة انه الزواج هو مثل احنا بنقول لعبة بالاقدار، يعني هي كأنه عم نلعب بقدرنا من اول وجديد، فحياتنا ما فيها مساحات لتجارب. هل اصبحت لديك تجربة الزواج الاولى نقطة سوداء؟ للأسف نقطة سوداء، لانه اثارها على مدى الحياة تبقى. كان لها اثر في البداية نفسي، اخذ معك وقت؟ طبعا جدا كان لها اثر نفسي لأبعد الحدود، أثر فيني بطريقة سلبية للأسف. العمر كان مختلف، لكن أثر فيني لأنه كان الانفصال تعسفي، أثر في نفسيتي جدا. كنت تخافي يعني من فكرة الطلاق لما طلقتي أول مرة؟ حسيتي نفسك أنه أنا إشي مش رح يتقبله المجتمع، لهيك تسببت في مشاكل نفسية؟ حدا صار مكسور، يعني حدا مكسور بيكون حتى عقليا ضايع، يعني ما بيعرف يفكر لأنه ما عنده خيارات، ما عنده حلول، المجتمع اللي حوله بيسكر على عقله، يعني ما بيخليه يفكر حتى شو ممكن إنه يعمل. طبعا طبعا أكيد. هل أقمتي علاقات بعد الطلاق؟
أبداً، هو العلاقات هاي صارت سهلة في الحياة، يعني موجودة بسهولة في الحياة وفي مجتمعنا. العلاقات دائماً صارت حسب الغاية ما بعد ذلك، يعني ما بعد العلاقة. علاقات ممكن تكون علاقات عمل، علاقات صداقة، علاقات بتخص حدود معينة، لكن علاقات ضمنها الزواج وهيك أبداً لا. ما بتحسي أنه عندك رغبات كأنثى؟ ما في حدا ما عنده رغبات، إحنا بشر وربنا رائق الرغبات فينا كلنا، يعني ما فينا ننكر شيء موجود بداخلنا، لكن أحياناً الظروف حتى بتحكمك أنه أنت تقتلي هاي الرغبات بداخلك لحتى انه تقدري تعيشي في هيك مجتمع. هل حدث معك ان تقدم لك احدى الرجال ولما عرف انك مطلقة بطل، تراجع عن فكرة الزواج؟ المشكلة كانت في الاولاد اكثر، يعني مش في موضوع الطلاق، صار مجتمعنا يتقبل موضوع المطلقة اقل درجة من قبل سنوات، لكن هلا المشكلة هي في الاولاد اكثر، والمشكلة في الزواجات المؤقتة، يعني صارت المطلقة عم يبحثوا عن مطلقة لأجل زواج مؤقت. طب هل ممكن تتركي أطفالك وتتزوجي؟ أبداً أبداً، ولا واردة. أنا ضحيت بعمري 12 سنة تقريباً، وما فيني عشان زواج أخسر أولادي، لأنهم لا يملكوا أب صالح أصلاً لتربايتهم. ما في تواصل مع والدهم نهائي؟ التواصل بشكل خفيف جدا، يعني حتى تواصله هو مع اولاده مش موجودين بحياته، يعني ممكن يمر سنتين وثلاثة يشوفهم او يتابع امورهم، فهو يعني اب بنظري لا يصلح انه يكون حتى اب لهم. يعني حاب اعرف منك اول ليله بعد الطلاق شو عملتي؟ صراحه كانت ليله متعبه، ليله مأساوية، يعني أنا فيني أقول إنها ليلة مأساوية لما بيكون الإنسان مظلوم وقلبه من جوا عم يحترق بسبب ظلم هو ما إله ذنب فيه، بيكون القهر كبير. حس حالك انظلمتي؟ انظلمت طبعاً، انظلمت وما زلت بنظلم بسبب هذه الليلة، يعني بسبب الانفصال أنا ما زلت أظلم بمجتمعي بسبب قرار شخص بعيد عن الوعي، حتى لو ندم عليه لكن هو بعيد عن العقلانية، أنا للأسف مستمر بحياة كلها ظلم. شو بتحكي لأطفالك؟ بسألوا عن والدهم، شو بتحكي لهم؟ أنا بحكي لهم إنه دائماً ربنا بيختار للإنسان الأفضل، حتى إنه لو بابا مش موجود في حياتكم فهو ربنا اختار لكم الأفضل لتعليمكم، لحياتكم، لمستوى ثقافتكم. ممكن انتوا حاليا معي الحمد لله قادرة اني انا اقدم لكم رعاية افضل مما انتوا معه، يعني الرعاية مش مادية ابدا، ممكن تكون علمية وثقافية ووعي، يعني دائما الانسان بيختلف بطريقة تربايته الحمد لله، فهم مقتنعين على قناعة تامة انه هم عايشين منيح حتى لو من غير بابا، لانه هو مش موجود في حياتنا اساسا، ما تعودنا وجوده. يعني لو حاول زوجك الرجوع إليك تقبلي إنك ترجعي؟ فعلياً حاول لكن رفضت. لا، مع إنك في بداية الحديث قلتي لي إنك أنت كتير زعلتي على موضوع الطلاق. صح، وتأثرت، ورغم هيك يمكن من 3 سنين طلبت منه أنا الرجوع لأجل أولادي، يعني أولادي وعيوا ماما ارجعي لبابا وهيك، قدمت تضحية بعيدة عن أي إحساس، قدمت تضحية إنه نرجع نبني بيت مستقبل لأولادنا، أولادك بحاجتك، لكن كان عنده ردة فعل إنه أنا بخاف نرجع هلأ وهيك، فحالياً هو عارض علي إني أنا أرجع لكني أرفضه بإصرار حالياً. علاقتك مع أهلك بعد طلاقك لازالت مستمرة؟ مستمرة لكن ببعض الحدود، بكثير من الحدود للأسف، مستمرة بكثير من المراقبات، بكثير من الضغوطات. الأهل دائماً بيعتقدوا إنه المرأة ما بيصير تكون قوية ولحالها، وبيعتقدوا كمان إنه لأنه هي مطلقة فدائماً لازم تفشل، وهذا الشيء أبداً مش صحيح، الفشل مش علامة للمطلقة. لو من هاي الشاشة تحبي تطلبي من المجتمع كمطلقة نظرتهم للمطلقة، إساءتهم للمطلقة، شو بتحبي تحكي؟
شو أبسط الطلبات اللي في قلبك بتحبي توجهها للمجتمع؟ أنا دائما بوجه كلمة للمطلقات بشكل عام، كوني قوية، كوني على ثقة بنفسك أنك تستطيعين أن تكوني شو ما أنت بتحبي، أنت بتقدري تكوني. يعطيك العافية، شكراً لحضورك. ما هي أسباب الطلاق وما دور الخدمة الاجتماعية للحد من الطلاق؟ معنا اليوم الدكتورة والأخصائية الاجتماعية إنعام أبو عواد لتحدثنا أكثر عن الموضوع. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا فيك. موضوعنا اليوم عن الطلاق، شو أكثر الأسباب اللي تحسم موضوع الطلاق؟ يعني إحنا نأخذ قرار الطلاق، متى نقدر نأخذ خطوة الطلاق النهائية بين الزوجين؟ هلأ للطلاق عدة أسباب، تمام؟ يعود حسب الواقع، خلينا نحكي يعود أسباب الطلاق لمثلا أسباب العلاقة الحميمية، المال، قلة التواصل، مثلا كمان من إحدى كانت أسباب الطلاق اللي خلتها ظاهرة أو خلينا مشكلة اجتماعية، إنه ما في توزيع للمهام أو المسؤوليات في المنزل، يا إما الزوج هو القائم بكل شيء أو الزوجة قائمة بكل شيء، ما في توزيع للمسؤوليات. خلينا نحكي كثرة الإنجاب ممكن تكون أحيانا من سبب، يعني خلينا نحكي من أسباب الطلاق، يعني تكون قلة اهتمام الزوج. بالضبط. هي قلة الاهتمام، قلة الدخل، أمور اقتصادية، خلينا نحكي تدخل مثلا أطراف، خلينا نحكي مشكلات اجتماعية، تدخل الأطراف الخارجة عن العلاقة بين الطرفين، يعني تدخل الأهل من جهة الزوج أو من جهة الزوجة في تفاصيل حياتهم أو عشرتهم الحياة اليومية، تؤدي أيضا من أسباب الطلاق. يعني تؤدي، ليش دائما تحمل الزوجة المرأة العبء في موضوع الطلاق، إنه دائما هي السبب في موضوع الطلاق؟ هلا هاي مخلفات فكرية، إنه المرأة هي يعني خلينا نحكي بتتحمل كل شيء، أو الحلقة الأضعف في كل في كل في كل خلينا نحكي أي شيء درامي أو شيء اجتماعي، فالمرأة بتتحمل هذا الشيء لأنه هاي نرجع موروث فكري، إنه اللي بدها تستر حالها بتعيش، واللي بدها تكمل بيتها الله أمر بالستر بتستر بتتكمل، المرأة بتتحمل، المرأة هي دائما الفئة الأضعف، هي الحلقة الأضعف، الحلقة الأضعف في كل موقف اجتماعي المرأة، هذا موروث فكري متعارف عليه. يعني ليش دائما مجتمعنا بينظر للمطلقة كسلعة؟ كسلعة لأنه خلينا نحكي أنه العلاقة الزوجية هي علاقة آمنة، علاقة ضابطة للطرفين. هلأ بحكي لك مجرد من مرة طلقت يعني صارت حرة، صارت خلينا نحكي بلغة مستغلة. مستغلة، صارت هي عارفة لمعطيات الرجل أكثر، مطلعة لمعطيات الرجل أكثر، فهي بتقدر تتعامل مع أي فئة بالمجتمع بأريحية بسلوسة، مش زي البنت المحسوبة أو البنت العذراء. هي مستغلة، هي بالزبط. كشخص مستغل. بالضبط، هي صارت كمان وصمة، مش كمان استغلال. يعني المجتمع رافضها. هي رافضها لأنه هي صارت وصمة مطلقة، وكأنها وصمة خاصة في بهاي الإنسانة، تختلف عن البنت العذراء خلينا نحكي، أو حتى الأرمل. بحكي لك الأرمل قرار رب العالمين، بس المطلقة لا، بقرارها وقرار زوجها، يعني وكأنه هي سبب مشكلة أو سبب خلاف، وكأنها عاملة فارق كبير بحياتها، أو هي صاحبة المشكلة أصلا. إمتى بيكون أثر الطلاق نفسي على المطلقة؟ إمتى بتحمل عبء نفسيا؟ هلا اذا كان خارج نطاق ارادتها حسب معطيات الواقع، يعني احيانا القرار بيكون الاثنين مش مقتنعين فيه، بس الاهل فرضينه او انه الواقع فرضوا عليهم، هم مش متقبلين، بده يسافر بدهاش تسافر معه، امه مش راضي فيها، هاي المعطيات الاجتماعيه اللي بتظهر في من خلال مثلا في خلينا نحكي بجلسات الارشاد الاسري اللي احنا بنتعرض لها، او نجلس بتحكي لك انا بدي اياها، هو بدي اياها، بس امه مش راضيه، او هو بدي اسافر انا لازم اضلني في البلد، انا ما بقدر اسافر برا وابعد عن اهلي، يعني خلينا نحكي بعض تكون مجبورة أو غير مقنوعة، بعدين غير مقتنعة بفكرة الطلاق، أو مثلا أن نحط ضمن ظرف إجباري أدى إلى الطلاق، خيانة زوجية، فقر، مثلا طبع في البني آدم اللئيم الكذاب، هاي صفات بتكبر مع البني آدم ما بتصغر، فما بتعاشر مع الزمن، مع مدة الزمن ما بتعاشر، فبتحكي خلص هون بصير الحياة قطعية، أنه خلص نوصل للمدينة اللي حطه رب العالمين، أنه خلص ننهي، يصير موضوع الطلاق. أيضا من أسباب كمان الزواج المبكر، ما في وعي،
ما في وعي عندنا شو يعني زوج، شو احتياجها زوج أو زوجة، خلينا نحكي بالطرف الآخر، مش نحكي كمان من ناحية المرأة، إنه ما في وعي للعلاقة الزوجية، واجبات، حقوق، التزامات، ما بيكون في دراية كافية، ما في وعي نهائيا، الوعي المدرك للعلاقة وطبيعة العلاقة وإلزاميتها وشرعيتها اللي فرضها رب العالمين. أيضا هاي مشكلة وفارقة في حياة الزوجين، بتكبر معهم، بتزوجوا بدري، بضلهم يتخبطوا ببعض، مش واعيين لبعض أكثر، بصل لمرحلة معينة من الوعي والإدراك، بصير عينه لبرا، بصير هو تفتح على المجتمع، تفتح على شو يعني أنثى بحياته، والعكس صحيح كمان. فهون بصير كمان إنه الزواج المبكر يعتبر من أسباب، خلينا نحكي أسباب اللي الرئيسية الراجل فكرة الطلاق بالمجتمع. فهون لازم نزيد ونفرض القوانين اللي هي الوعي والإرشادات للزواج أو الارتباط. هلا بعد وقوع الطلاق، نعم، الأثر النفسي على المطلقة كيف وقعه؟ شو بتتعرض لمشاكل نفسية داخلية؟ خوف من المستقبل، بصير عندها توتر وخوف وقلق من المستقبل، اكتئاب، عندها حاجات تعودت تاخذها من الشريك، حاجات نفسيه، حاجات جسديه، حاجات ماليه، خلينا نحكي هلا بصير هون الرك عليها او العبء عليها اكثر. فالقلق، توتر، اكتئاب، ممكن عزله، الخوف من لقب مطلقة، الخوف من نفس الفكرة إنه أنا أطلع المجتمع أحكي أنا مطلقة، برضو هذا الخوف لحاله أصلاً بيعمل عدم اتزان بالشخصية، عدم تقبل للفكرة، عدم خلينا نحكي مواجهة المجتمع بفكرة المطلقة، هاي كلها بتسبب انسحاب اجتماعي، عزلة، غير الاضطرابات النفسية اللي تدخل فيها المطلقة. أفكار مجتمعنا للمطلقة تختلف حسب وعي وفكر الإنسان، كيف المجتمع ممكن يتقبل أنها مطلقة؟ ممكن تعود لحياتها مرة أخرى وتبدأ حياة جديدة، كيف طبعاً ممكن المجتمع ممكن يتقبلها؟ الحياة أيضا أفضل مما سبق مع شريك آخر، يعني ممكن الحياة هاي بدائل أوجدها رب العالمين، يعني المجتمع ما أفرضها لولا لما أنه هذا الشيء ممكن أنه يحصل، كان ربنا ما أوجده في العلاقات، ما حطه بديل، ما حطه مخرج لأي علاقة مش ناجحة. فبالعكس إحنا مدام أنه ربنا أوجده معناته لازم إحنا من الداخل نتقبل الفكرة، ربنا أوجد هذا الشيء، مش إحنا كخصائين إحنا فرضناه أو المجتمع فرضه أو العادات فرضته، هذا بديل ربنا حطه أنتوا اثنين ما اتفقتوا. بعد إجراءات الإصلاح، خلينا نحكي الإجراءات المتعارف عليها بديننا وأخلاقنا وعاداتنا، حكم من أهله، حكم من أهله، أهل من الزوج يجتمعوا، أهل ممكن أصدقاء حميمين للطرفين يتدخلوا، سكرنا كل هاي الأبواب، ربنا أوجد هذا الحل، يعني ربنا أوجد هذا الشيء، فلازم إحنا نتقبل الأشخاص المعنيين بالفكرة سواء رجل أو أنثى. حتى إن الرجل بيعاني بيروح بخطب مثلا أو يرتبط بشركة أخرى مطلق، لا يعني عندك طفلة، لا يعني اللي خلينا نحكي أو أحيانا كمان التزامات المالية على الطرفين، النفقة كان في أولاد أو حتى تكون عبء عليه في ارتباطه الجديد. نعم نعم. كيف نقدر نخرط، يعني خلينا نسلط الضوء على المطلقة نفسها، كيف نقدر نخرطها في المجتمع ونخلي المجتمع يتقبلها زيها زي أي أنثى أخرى؟ تقبل الآخر فيك ببلش فيك، يعني من الشخص نفسه، كيف أنت تسوق لنفسك، كيف أنت تحكي مع نفسك، كيف أنت تقدم نفسك للآخر، يتعود لشخصيتها وهي مقتنعة بالفكرة. طول ما أنت خايف من الفكرة ما بتقدر تواجهها، أنت تقبل فكرة أنك أنت إنسان انفصلت عن شريك حياتك لمدة إن شاء الله 10 سنوات، ممكن يكون بيناتهم أطفال أو ممكن تكون فترة زمنية قصيرة، أنت تقبلي هاي الفكرة وواجهيها مع نفسك، واجهيها مع المجتمع وتصالحي مع هاي الفكرة وابني حياة جديدة، سواء عمل، سواء شريك آخر، سواء إنه أنا لما أكون في أي مكان عادي ما أخجل من اللي خلينا نحكي الحاله الاجتماعيه تاعتي، ان انت ايش وضعك، لا مطلقه، زي ما انا بعرف عن نفسي مثلا ارمله او بعرف عن نفسي برضو المطلقه بتواجه مشكله، انه يعني في كثير مطلقات بتحكي لك انا ما عم بقدر اني انا اشتغل، ما عم بقدر اني انخرط في المجتمع لانه انا مستغله، مجرد ما يعرفوا انها مطلقه بدها جلسات دعم، جلسات دعم لنفسها. طب نعم. للمجتمع، احنا المجتمع دائما بتجيكي مثلا مطلقه بتحكي لك انا مش قادره اني انا اشتغل، دائما انا مستغله بحكم اني انا مطلقه. إطار الشخصية، أنا برجع بحكي الإنسان مفروض لنفسه، كل إنسان يعني أنا بترك للآخر مساحة الاستغلال وأنا بقدر أحد من مساحة الاستغلال. أنت كيف تنظري لنفسك؟ كيف بتقدمي نفسك؟ كيف تتعاملي مع الآخر؟ أنت بتقدر تسكري الباب أو تفتحيها عليك. أنا بعتقد إنه الإنسان هو القادر على حل مشكلته ومواجهتها. أنا متقبل الفكرة، برجع بحكي بواجه المجتمع بحب بقوة شخصية بثقة إنه أنا ليش اتطلقت؟ أنا مش اتطلقت لإني أنا عندي مثلاً نقص في أنوثتي، عندي أنا نقص في أمور المادية، أنا كل سبب
أنا طلقت عشانه أو لأجله أنا ممكن أعالجه في المواقف الحياة العادية اليومية. يعني وضع مادي أنا بطور نفسي، بشوف لي رزقة، بشوف لي مكان عمل، بواجه مجتمع في مشكلتي ولا، وبسوق لنفسي وبتعامل مع إن أنا إنسان طبيعي ضمن حتى لو كنت مطلقة. شو أثر الطلاق على الأطفال؟ الأطفال يعني صراحة خلينا نحكي هم الضحية لأي علاقة، كونها هم الاثنين هذول هذا رزق لإجا للأسرة، وخلينا نحكي أساس الرعاية الولدية والحلقة الأولى للطفل أسرته، ما بالك إذا كان فيها انفكاك شو بدي ينعكس على الطفل، خاصة ندخل في إرهاصات الطلاق اللي هي النفقة، وين بده يعيش، المسكن وين، يصبح مشتت هذا التفكك، واللي خلينا نحكي اللي بتعرض له الطفل هون بأثر على نفسيته، بدخله بعدم توازن انفعالي، عدم توازن نفسي، عدم توازن اجتماعي، ما بتمتع الطفل بصحة نفسية حتى لو وفرت له. بتيجي الأم تحكي أنا بطلق ما عندي مشكلة، وأنا ابن عندي بوفر له كل إشي، بعطيه اللي بدي إياه، ما بحرمه أبدا، ما بغني عن كلمة وجود ماما وبابا في نفس المكان في نفس الاحتواء. بتيجي الأم داعمة وبيجي الأب عنده وعي خلينا نحكي، بس برضو ما بغني عن وجود الاثنين في مكان واحد. أساس الاستقرار جوا مش برا، أساس الاستقرار إنه يشوفهم الاثنين مع بعض. فما بالك هذا الطفل لما يكون في نزاع، وكمان الأثر على نفسيته. الأصعب من ذلك إنه هم الاثنين يسقطوا الرفض اللي صار على فكرة الطلاق، وخلينا الطاقة السلبية يسقطوها على الأولاد، إنه ممكن يتحدث إذا راح زار أبوه يتحدث عن الأم بطريقة غير لائقة والعكس صحيح، أو إنه أبوك بصير تشجيع، يكون في تشجيع من الطرف الآخر. بالضبط بالضبط، ما في بيكون تقبل وتشجيع وممكن احتضان إيجابي للفكرة. أنا بحكي إنه هم أكثر ضحية خاصة بالأعمار الأولى. هلا كل ما زاد الطفل يعني دخل مرحلة المراهقة أو الشباب بضل هون واعي أكثر وفهم شو يعني أم، فهم شو يعني أب، وواعي لحاجاته لرغباته. بس لما يكون الطلاق في وجود أطفال ما دون 5 سنوات هي فترة التنشئة والرتابة والرعاية والاحتضان وخلينا تحكي صقل الشخصية، ما بالك قديش بينعكس هذا الإشي. عشان هيك نكون حذرين باتخاذ القرار ونكون مراعين ربنا في اتخاذ القرار، وإنه يكون أنا ماشي، أنا ما بحكي لرجل أو ما بحكي لست إنه تقبل أو امشي في موضوع الطلاق على حساب بس عشان أطفالي. يعني زي ما بنحكي أنا بضحي بهم عشان أطفالي. أنا دائما في النساء بالذات إنه أنا أتحمل بصبر عشان أطفالي، لكن في نقطة الصفر خلينا نحكي بتضغى أحيانا وبتسيطر. يعني أنا ما بحكي لك إنه أنت عيشي حياة أنت مش متقبلتها عشان أطفالك، لكن لما نوصل لمرحلة الانفصال والقناعة برتابة بعقلانية منطق، يعني يبقى الود بين الطرفين من أجل الأطفال، عشان أقل ما فيها أن نقدر نسكر الباب انفتح على هذا الأطفال اللي هو التشتت وخلينا نحكي عدم الرعاية الولدية السليمة. يعني أعطيني طرق يعني ممكن أنه نحد فيها من الطلاق، يعني الطلاق في ازدياد. نعم. شو الطرق اللي ممكن تؤدي إلى إنه إحنا نحد من الطلاق؟ حتى أنا أحد من هاي المشكلة لازم أدرس المشكلة نفسها. في خطوات قبل موضوع الزواج أصلاً هي اختيار الشريك. أنت حط أي إنسان بده يخطي هاي الخطوة أو يمشي باتجاهها لازم يحط نقاط معينة. أنا هذا الشريك بدي فيه 1 2 3 بدور، حتى أنا مش المهم أنا فكرة وخلص. يعني اختيار الشريك تلعب دور الاتفاق، نسبة فترة الخطوبة اللي انوضعت وأحيانا عند الأسر انعدمت، هاي أدت لسبب بحكي لك أنا ما عرفته، ما لحقت أعرفه، وما لقيت اللي أنا عندي ولد منه وحياتي مشيت وأموري مشيت، وبعدين مش قادرين نوصل لبعض لأنه ما كان فترة تعارف، فترة إنه أنا قد أفهم الآخر والآخر يفهمني. يعني قبل الزواج بتحد من هي حسن اختيار الشريك، خلينا نحكي قبل الزواج هي بتحد من فكرة الطلاق. هلا صار الزواج وصلنا له مرحلة إنه إحنا مش مقتنعين ببعض، ما نوصل لمرحلة الطلاق، ربنا أعطاك حلول، تعال عندك أسباب ليش بدي أطلق من فلان، التحاور، لغة التحاور بين الطرفين، بجد لغة حوار ونقاش، حكم من الأهل، حكم من أهله، بجمع أصدقاء على وعي وعلى ثقافة وعلى حكمة وعندهم وعي ديني وعي أخلاقي، إرشاد، نجمع الأفكار. إحنا يعني أبغض الحلال عند الله طلاق. إحنا آخر نقطة بنوصل لها، إحنا بنسعى للإصلاح، إحنا ما تزوج يعني ما فتحنا بيوت عشان تتسكر، ما جانا أطفال عشان يرتموا بالشوارع أو في دور الرعاية، لا أبدا. يعني هذا الشيء لازم إحنا نمشي فيه خطوات منطقية ونعطي لحالنا فرص، مش من أول غلطة أنا على طول في عندي حل الطلاق، لا أبدا، بعطي الحال فرصة فرصتين وثلاثة، أدرس السبب الحقيقي اللي أنا أوصل يعني لمرحلة نلاقي حل خلاص انتهينا. نعم. شو دور الأهل
بدعم المطلقة؟ هلأ مجرد ما رجعت لبيت أهلها طبعاً لازم أحيانا نلاقي إنه في مجتمعنا في رفض للمطلقة حتى من الأهل وفي اضطهاد. بالضبط إنه إحنا يعني إحنا ما زوجناك عشان ترجعي لنا يعني. بالضبط في اضطهاد لحقوقها على طول بتسكر عليها الباب على طول ممنوع تعملي ممنوع تروحي ممنوع تشتغلي شو بده يحكوا شو دور الأهل إنه يعني هذا يؤثر على نفسيتها أكيد هي هذا رزق الزواج رزق من رب العالمين وانقطع باب الرزق خلاص زي ما انت تكوني تشتغلي في مكان وربنا يقطع هذا الرزق في هذا المكان وتروحي في مكان اخر فانا بتمنى من الاهل انهم يستوعبوا ويتقبلوا فكره المطلقه في الاسره من جديد وخاصه اذا كان معها اطفال برضه هذول جزء منها جزء من احتياجاتها جزء من حياتها يتقبلوا سواء هي كفرد رجعت لهم او باطفال بالعكس تقبل رضا للقرار لانه هسه القرار هي ما راحت على المحكمه ورجعت مطلقه هي اكيد لما وصلت لموضوع القرار في الطلاق وصلت عن قناعه من كل الافراد من كل سواء من اهله او من اهلها يعني هي مش قرار ذاتي مستقل وانا بدي اطلق وفاجات اهلها ما وصلت للقرار الا هم حطوا على خلينا نحكي على بصيرة الأمر شو سبب الطلاق فأنا لا من خلال الأهل لازم أنت مدام أنت اقتنعت أنه بنتك لازم تتطلق لازم تحتويها لازم تكون داعم إلها اجتماعي داعم اقتصادي رح تمر بإرهاصات نفسية بتمنى منهم يكونوا نسبة الوعي والإدراك لها هي تنعت في المجتمع في مطلقة وصمة صارت أنها مطلقة يعني صار لقب زي لقب لا هذا وعي مجتمعي هذا يعني هذا بديل ربنا حطه لازم إحنا نتقبله ولازم نتعامل معه كأي إنسان كأي أنثى عادية شو سبب ازدياد الطلاق؟ ازدياد حالات الطلاق قلة الوعي انفتاح المجتمعي رغبة الآخر في التنوع خلينا نحكي السوشيال ميديا ما تركت شيء إلا طرقت الرومانسيات العلاقات هذا الشيء بتخلي عندك تنقلك من مرحلة الرضا لعدم الرضا عن واقعك اللي أنت بتعيشه بس أنت شخص حالم ممكن تصير شخص حالم إنه أنا زي ما بشوف هون لازم يصير في حياتي حالم بأخريات إنه بعلاقات أخرى بأخرى بعدين الانفتاح على المجتمعات الأخرى ساعد بفكرة الطلاق يعني نعم. لماذا لا تعامل المطلقة كالبكر عند الزواج مرة أخرى؟ لنا يحكي الزواج الزواج برجل آخر لا تعامل معاملة على ثقافة الطرفين يعني ثقافة هي ثقافة كيف إنه لا هذا الشيء بعود على الشخصين نفسهم سواء ذكر أو أنت هو متقبل يأخذ إنسانة مطلقة عادي في ناس بتقدم المهر وبتقدم الشبكة اللي إحنا متعارف عليها في ناس بتحكي لك لا أنت مطلقة يعني بصراحة يعني مش زي البكر أنا لماذا هي بالنهاية هي باعتقاد موروث ثقافي أو مخلفات ثقافية إنها فقدت شيء من عذريتها مش زي البكر خلينا نحكي يعني فهذا الشيء يعني خلينا نحكي مش زي الإنسانة البكر فهذا الشيء بيقلل من نظرة الرجل إنه لا هي مش زي البكر لا تعامل معاملة البكر هلا في دائما الرعايه الاجتماعيه للمطلقه بحال كان عندها خلل نفسي داخلي بسبب انها مطلقه شو بتحبي توجهي كلمه للمطلقه شخصيا ولا المجتمع كيف يتقبلها ويخلطها في المجتمع رسالتي لها انت كوني يعني خلينا اتخذتي هذا القرار انا بتمنى تكون هذا القرار قد قرارك يعني ثانيا عيشي الفكره على طبيعتك اتقبليها واجهي المجتمع فيها واجهي عملك فيها لما تكوني في جلسه عائليه او جلسه نسائيه ما تتحرجي انك تعرفي عن حالتك الاجتماعيه انا انسانه مطلقه مش ضروري نحكي بالاسباب مش ضروري الاشهار مش ضروري نحكي بس الفكره اني انا اتعايش فيها اتقبلها احكي عنها بكل اريحيه ما اخجل بيني وبين نفسي لغه الثقه هاي في الملامح في التعامل بتخلي الناس تشوفك بالعين المليانه اكثر بتحكي شو يعني مطلقه بس على قد حالها يعني هاي اللغه بتجمع بين فرق من انثى وانثى يعني صراحه هاي قراءات بنشوفها من الواقع تجيك مطلقه ما عندها مشاكل ومتقبله الفكره وانسانه ناجحه بالمجتمع بالعكس فكره الطلاق نقلتها من حياه سلبيه الى حياه ايجابيه تماما ورعت اولادها رعايه جيده وفي عندك مطلقات لا ظلت لسه في مرحله الطلاق ما انتقلت منها مشاكل نفسية اكتئاب عزلة طب ليه ربنا أعطاك بدائل حطك في محطة أخرى شريك آخر عيش اللحظة بدل الأحداث عيش بدل الأشخاص بدل المواقف يعني أنت طلقت وأنت مثلا في معلمة أو ممرضة أو دكتورة في غير المكان روحي لمكان آخر واجه مجتمع آخر عشان ما تشوف مثلا الحزن أو تشوفي نظرة الناس أنه هذا السؤال عيدي تأهيل حياتك من أول وجديد عيدي ترتيب أمورك
عيد صاحب صادقي نفسك عيد الأمل لنفسك بالضبط. صادقي نفسك في المرحلة القادمة أو المرحلة الجديدة في حياتك، صادقي نفسك وواجهي مجتمعك وعيشي بحلة جديدة بالوضع الجديد وانطلقي. يعني أنا بتمنى من كل مطلقة إنها تدير بالها على نفسها أكثر. أهلا وسهلا دكتورة، حياكي الله. أهلا وسهلا فيك. إلى متى ستبقى المطلقة فريسة مجتمع؟ إلى متى ستبقى خجلة من قرارها ومصيرها؟ المطلقة لها الحق في السعي من جديد إلى فرصة جديدة كأي شريك منفصل لا أكثر. نلقاكم في الحلقة القادمة وقضية